ملامح تقريبية للمواقف الشبابية من مجريات الأحداث في بلادهم. يخبرنا هذا الاستطلاع أن 60% من الشباب يرون أن الثورة ستقود لتنحي صالح في نهاية المطاف، بينما يرى 14% أنها لن تؤدي بالبلاد سوى إلى حرب أهلية طاحنة كما هي الحال في ليبيا. 48% من المستجوبين طالبوا بتحقيق أهداف الثورة كافة، بينما أبدى 36% موافقتهم على تحقيق بعض منها، في حين لم يستبعد 12% ممن شملهم الاستطلاع إبرام صفقة ما مع النظام في منعرج ما من الصراع معه. 52% تمسكوا برحيل صالح وسقوط النظام، فيما طالب 26% بقيام نظام جديد. 6% طلبوا برحيل الرئيس صالح مع بقاء نظامه، أما 2% فقط من المستجوبين فقد ناصروا بقاء الرئيس وسقوط النظام. هذا على صعيد الموقف من أفق التغيير السياسي في البلاد. أما فيما يهم علاقة شباب الثورة بأحزاب المعارضة اليمنية فقد جاء في الاستطلاع ما يلي: أكد 32% وجود علاقة جيدة بين الشباب وأحزاب المعارضة، في المقابل وصف 28% تلك العلاقة بالممتازة، 24% من المستطلعين فقط قالوا إن تلك العلاقة ضعيفة. يشارك معنا في هذا الجزء من الحلقة هنا بالاستوديو السيد عايد راوس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني وعضو المجلس الوطني الانتقالي المنتخب من شباب الثورة، وعبر الأقمار الصناعية من صنعاء السيد محمد مسعد الرداعي القيادي في أحزاب اللقاء المشترك. أولا سيد عايد راوس، هل لك من تعليق على نتائج هذا الاستطلاع؟ لا، أعتقد أن الاستطلاع يعكس حقيقة التوجهات السياسية في الساحات والميادين. وطبعا هي لا يمكن القول بأن الاستطلاع دائما يعكس 100% حقيقة الأمور، لكن الحقيقة أنه الحديث عن العلاقة بأحزاب اللقاء المشترك، الحديث عن المطالب، الحديث عن ضرورة تغيير النظام، الحديث عن فشل الحرب الأهلية، وأنا في هذا الصدد فقط أشير إلى أنه الحرب الأهلية أصلا قد جربت وفشل فيها علي صالح في إجراء حرب أهلية في اليمن. يعني كانت حرب الحصبة وما يدور الآن في أرحب وفي تعز وفي نهم، هي هذه قدرات علي عبد الله صالح. وللأسف الشديد لم نكن نتمنى أن تسقط قطرة دم واحدة، لكن لم يعد بإمكان علي عبد الله صالح وورثائه أن يعملوا أكثر مما عملوا، وهو نوع من العبث في الحياة السياسية بالتأكيد. لكن لم يعد أمام اليمنيين سواء كانوا ممن تبقى في السلطة أو المعارضة، وهي كل الشعب اليمني تقريبا، لم يعد أمامهم من خيار إلا خيار التغيير. وعلى علي صالح من منفاه أو من مستشفاه وعلى أولاده وأقاربه أن يقروا بحقيقة هذه الحقيقة التاريخية، أنهم صاروا من الماضي وعليهم أن ينصرفوا بأقل كلفة. هذه هي حقيقة الأمور. سيد عايد راوس، في التجربة المصرية أو في الثورة المصرية هناك تجربة تعدد مجالس الحكماء التي حاولت معالجة الأزمة، هذه التجربة سقطت بامتياز. هل تعتقد أنه في الحالة اليمنية تعدد المجالس الانتقالية على هذه الصورة فكرة جيدة أو محاولة جيدة، أم هي محاولة خاطئة؟ في الحقيقة يعني ما يجرى هذه الأيام في الساحات هو يعبر عن مستوى من نضج تفاعل العملية الثورية. يعني أحد مكونات الثورة الشبابية في العاصمة صنعاء بادر بتشكيل مجلس انتقالي، ولاقت هذه تأييدا صاخبا من كل المحافظات. لكن حقيقة وأنا باعتباري عضو في هذا المجلس المنتخب تلقيت عبر البريد الإلكتروني كثير من الرسائل من تكتلات شبابية أعرف قياداتها، وأنا على صلة وثيقة بزملاء وأصدقاء ورفاق، يعني يعلنون ليس عدم اعترافهم، ولكن يقولون أن هذا يعبر عن فصيل واحد. ومن هنا من هذا المنطلق أنا أقول أن على شباب الثورة والأحزاب السياسية أن لا يجعلوا من هذه المشكلة أن تتحول إلى المشكلة الرئيسية. هذا اجتهاد ينبغي احترامه والنظر إليه بتقدير وإعجاب وإكبار، وعلى الجميع أن يتكامل في سبيل الخروج بمولود مكتمل النمو حتى يقود العملية الثورية ويواصلها. وأنا سعيد جدا أنني قرأت بالأمس، طبعا أنا من قيادات اللقاء المشترك، وسعيد أن اللقاء المشترك تحرك وأعلن عن تشكيل مجلس وطني، لكن مع ملاحظة وأكيد أن زميلي محمد مسعد سيشير إلى التفاصيل، وهي أنه المجلس هذا تختلف الغاية منه عن المجلس الانتقالي. طيب دعنا نسأل السيد محمد مسعد الرداعي عن الهدف من وراء تشكيل هذا المجلس الوطني. I'm
حقيقة المجلس الوطني لقوى التغيير والثورة السلمية سيضم كافة القوى في الساحة اليمنية، وهو ائتلاف لكافة التكتلات. تكون القوة الكبرى فيه هي الساحة التغيير والحرية في كافة محافظات الجمهورية، كما سيضم في إطاره أحزاب اللقاء المشترك وشركائه. والكل يعرف من أنه أحزاب اللقاء المشترك مع شركائهم في اللجنة التحضيرية التي ضمت كافة أطياف وشرائح المجتمع بدءا من الأكاديميين والعلماء والمناضلين ورجال المال والأعمال والمشايخ والمرأة والشباب والتكتلات، هذا كان في إطار اللجنة التحضيرية. حيضاف إلى هذا الإخوة الحوثيين والحراك الجنوبي ومن أنضموا للثورة أمثال الكتلة التنمية والبناء وكتلة الأحرار، وسيضم برضو يبدأ الحوار معهم من خلال المشروع الذي سيقدمه اللقاء المشترك مع اللجنة التحضيرية والذي ينتهي من الإعداد له لتكوين هذه الكتلة، والتي حتكون كتلة تاريخية هدفها إسقاط ما تبقى من عصابة صالح. هذا الهدف الذي سيقوم به. طيب هذا هل تعتبرون سيد الرداعي، هل تعتبرون السيد عبد الرب منصور هادي ومن تبقى من المسؤولين الذين كنتم تنخرطون معهم في نقاشات خلال الفترة الماضية، هل تعتبرونهم ممن تبقوا من عصابة صالح بين قوسين كما قلت أنت أو كما وصفتهم أنت؟ حقيقة أنا أعتبر أنه من تبكى من النظام، وأنت تسمع ماذا يتم من قصف في مدينة تعز وأحياء تعز من قبل الحرس الجمهوري، القصف في نهم وفي أرحب، العمليات القصف والاعتداء على شباب الثورة في ساحة التغيير يوم أمس، والشهداء الذين يسقطون، فماذا يمكن أن نقول عليهم؟ نقول عليهم. طيب انا اسالك عن السيد عبد الرب منصور هادي، هل هو جزء من هؤلاء ام لا؟ نعم ام لا؟ اريد منك نعم ام لا. عبد الرب منصور هادي هل هو جزء من هؤلاء ام لا؟ انا اقول انه عبد الرب منصور طالما هو حمل نفسه وبيقول هو المسؤول الان، فهو جزء من هذا العبث الذي يتم، وجزء من هذه العصابه طالما هي تقتل وتمارس القتل والدمار لأبناء الشعب. إذن هل نفهم من ذلك أن هناك ما زالت هناك نقاشات أو ما زالت هناك محادثات بينكم وبينهم أم لا؟ انتهى هذا الأمر؟ ليس هناك محادثات يا أخي، ليس هناك محادثات. نحن قلنا قبل فترة منذ أن غادر صالح بأنه سيتم عملية التنحي ويمارس صلاحياته في نقل السلطة بالنسبة لعبد الرب منصور، وأعطى له الشباب وأعطى له المشترك الفرصة، لكنه لم يقم بشيء حتى ما تم الاتفاق عليه أو ما تم طرحه من عملية تهيئة الأجواء يخص الإعلام ويخص حالة الناس المعيشية. نجد من أنه لجأوا إلى يعني حرب ضد هذا الشعب بالغاز والكهرباء والوقود. طيب دعنا نسأل السيد عيدراوس مرة أخرى. سيد عيدراوس، هل تعتبر المجالس أو تجربة المجلسين هاتين أو حتى على الأقل المجلس الوطني الخاص بأحزاب اللقاء المشترك، هل تعتبرها استنساخا للفكرة الليبية أو للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا؟ هل سيعقب ذلك مطالبات بالاعتراف الدولي مثلا؟ ما حدود دور هذا المجلس؟ لا، هو بأي حال من الأحوال لا يمكن استنساخ لا التجربة المصرية ولا التجربة الليبية. لكن بالنسبة للمجلس الوطني الذي تم تشكيله من اللجنة التحضيرية وشركاء اللقاء المشترك، هو له مهمتان. المهمة الأولى تصعيد الثورة حتى بلوغ مرحلة الحسم، والمرحلة الثانية فيما بعد ذلك الاتفاق على صيغة انتقالية لإدارة البلاد. هكذا فهمت من بيان. بالمناسبة ما نوعية التصعيد الذي يمكن أن تصل إليه الثورة حتى الوصول إلى نهاية؟ يعني ألم يستفرغ الشعب اليمني بعد كل ما في جعبته من وسائل؟ الشعب اليمني أبدع مجموعة من الإبداعات النادرة والاستثنائية. نحن السياسيين لم نكن نتوقع أن الشعب يدخرها. اليوم هذه السلطة تعيش حالة من الاستنزاف وحالة من الانحصار في
مساحة لا تتجاوز 7 إلى 10 كيلومتر مربع، وأنا كنت أمس قلت 4 كيلومتر مربع. تذكرت أن عندهم القيادة في باب اليمن وهي مسافة تمتد إلى حوالي 7 كيلومتر مربع. على أي حال يعني هؤلاء اليوم هم تخلوا عن الملف الأمني والملف التنموي والملف الخدماتي والملف الإداري. اليوم البلاد فارغة إلا من هذه المجموعة التي تتحكم بهذا المربع داخل صنعاء، وتمتلك الطائرات وتمتلك خزان المتفجرات الذي يمكن تخيف به البلاد. الشعب اليوم أعلن ثورته وهو ذاهب باتجاه الحسم. اليوم جدير بنا أن نلاحظ أن الكونجرس الأمريكي، وأنا طبعا لست من دعاة أن يكون الخارج هو الحاسم، لكن عندما المجتمع الدولي يصل إلى مرحلة من اليأس من إمكانية استمرار هذا الوضع، هو يخاف على مصالحه. واليوم الكونجرس الأمريكي توقف عند قضية ما بعد صالح، وهذا هذا الأمر له ما بعده. هذا يعني كثيرا ما وصفته من رئيس علي عبد الله صالح بأنه رجل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في اليمن، هل أنا صادق في هذا الأمر أم الحقيقة هو كذلك أم لا؟ الحقيقة أن علي عبد الله صالح هو رجل كل الناس، يعني كل الخارج ما عدا الشعب اليمني هو رجل. طيب رجل كل الناس هذا هل يستطيع أن يخرج عن طوع السيد الأمريكي بين قوسين؟ إذا كنت تقول أنه رجل كل الناس، هو طالما طلبوا منه الخروج هو سيخرج، هو كان رجلهم طالما أنه يستفيد منهم، لكن اليوم هو خارج اللعبة، هم نفسهم سيتخلون عنه لأنه لم يعد يقدم له شيء. أيضا ما بال التصريحات الصادرة من أركان النظام أو من تبقى من أركان النظام، ورئيس علي عبد الله صالح نفسه تتحدث عن مقابلة التحدي بتحدي، وعن وجود علي صالح كجزء أو مكون رئيسي في المشهد اليمني. أنا كنت أتألم وعلي عبد الله يتكلم من على السرير ويديه مقيدتين ورجليه لا أدري فين مطروحتين، ويتحدث عن التحدي بالتحدي. كنت أشفق على الوضع الصحي له وهو يتكلم بهذه اللغة، لكن هو أدمن هذا النوع من الخطاب للأسف الشديد، والذين يعدون له خطاباته يتناسون أنه اليوم هو خارج اللعبة السياسية وخارج المشروعية وخارج الأهلية الجسدية والذهنية، ويعدون له خطابات ما يزالوا يسترجعوها من ميدان السبعين. يعني فقط أنا كنت أتعلق على موضوع عبد الرب منصور، أنا أشفق على الأخ عبد الرب منصور. هو اليوم محاصر داخل منزله، لا يستطيع أن يغادر إلا إلى القيادة العليا ليتلقى تعليمات، وليس صحيحا أنه يعطي تعليمات، لأن اليوم هم يقتلون المواطنين ويقولون بتوجيهات من عبد ربه وهو لا يعلم، يحاصرون الناس بالغذاء والوقود ويقولون أنه عبد ربه هو من وجه هذا وهو لا يعلم. إذا عدنا إلى مسألة تعدد المجالس أو المبادرات الخاصة بالمجالس الوطنية والانتقالية في هذه المرحلة، هل هناك إمكانية لتكاثر هذه المجالس وتكاثر مثل هذه المبادرات، أو لتكامل المبادرتين المطروحتين حتى الآن؟ أنا في هذا الصدد، كويس أنك طرحت لي هذا السؤال، كنت أريد أن أتحدث عنه. أولا أدعو الشباب إلى أن لا يختلفوا على موضوع المجلس وعلى موضوع الجمعة بعد الغد. سمعت دعوة أن تكون جمعة المجلس الانتقالي، نحن لا نريدها أن تكون جمعتنا كأعضاء مجلس انتقالي. لا تمزقوا الشباب وتقسموهم، ندعو اتفقوا على أي تسمية أخرى للجمعة، ثم واصلوا البحث والتشاور في توسيع هذه الشراكة. بالنسبة وأنا أدعو إلى تكامل مشروع المشترك واللجنة التحضيرية مع مشروع الشباب في الساحات والاستمرار بخط واحد. ما يسود من اختلاف هو اختلاف أصحاب الهدف الواحد، ولكنه اختلاف بالوسيلة وليس اختلاف في الهدف. الهدف هو اسقاط النظام. هذا في المجرد. أنا أسألك عن إمكانيات التكامل. أعتقد أنه بالإمكان أن يتكامل كل أشكال العمل السياسي. اليوم الساحة هذا جاء ليعبر عن نضج في الساحة. الساحة ظلت تشتغل بدون رأس قيادي، اليوم تكونت الأشكال القيادية، وهذه مرحلة مهمة من تطور. أشكرك شكرا جزيلا سيد عيد راوس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني وعضو المجلس الوطني الانتقالي المنتخب من شباب الثورة. ونشكر كذلك ضيفنا من صنعاء سيد محمد مسعد الرداعي، القيادية في أحزاب اللقاء المشترك المعارض. بهذا مشاهدينا الأعزاء تنتهي حلقة اليوم، غدا حديث آخر من أحاديث الثورات العربية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.